كل قول السيد عبد العزيز أننا نتنفس سعداء بهذه الزيارة رئيس الجمهورية. أكيد هما من محطة لمحطة يعبروا على ارتياحهم والفرحة نتاعهم على كل شيء يكتشفوه. لكن أنا شخصيا حبيت أمامكم نشكر السيد الوالي على كل ما قدمه هنا، لأن هذا الإنجاز إنجاز رائع. نقدر نقول حقيقة حتى لو بدأ يعني في السنوات السابقة، لكن حاليا وفي ربع شهور هذا اللي خدم فيهم سيد الوالي هذا التقدم الأشغال أسمح للأمين العام اللجنة الدولية وللرئيس اللجنة الدولية يعتبروه معجزة. هذا الكلام اللي كانوا يقولوا هما في الحافلة، وهذا يشرف الجزائر ويشرف ولاية وهران بطبيعة الحال. طبعا ما زلنا أمام محطات أخرى ومحطات أخرى تهم كذلك يعني المنشآت الرياضية الأخرين اللي راهم في الترميم، وكذلك كل ما يتعلق بالتنظيم في للألعاب والتحضير للمشاركة بتسجيل الرياضيين وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا اللي تسمع هذا الشيء. إذن احنا مرتاحين حاليا، لكن دائما أمام محطات جديدة، تكون الزيارة تاع لجنة التنفيذ تاع اللجنة الدولية يوم ابتداء من وصولهم يوم 9 مارس إلى يوم 13 مارس، ويكون كذلك امتحان جديد. احنا أمام هذا التحدي لكي كل مرة لازم يمشي وهما مرتاحين لما يغادروا الجزائر.